معانا الأستاذ نبيل من القاهرة. أيوة اتفضل يا أستاذ نبيل. السلام عليكم يا شيخ. أستاذ نبيل. أيوة. إيه رأي حضرتك عشان أسمعك كويس توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون؟ طيب حاضر دقيقة واحدة. اتفضل يا سيدي. أستاذ نبيل. يا أستاذ نبيل. أستاذ نبيل. ألو. يلا يا أستاذ نبيل أهو أنا. والله أنا أنا مسن عمري 75 سنة وطبعا مريض ضغط وسكر ومركب 4 دعامات في القلب. ربنا يديك الصحة كلها. والزوجة متوفية وعندي شقيق اللي هو وريث وحيد لي. شقيق ده لا بيسأل عليا ولا كأن أنا موجود، وبعدين إذا تعبت ودخلت مستشفى يجي ساير وهايج بدل ما يجي يقول لي مثلا انت عامل ايه ولا صحتك ايه ولا ابدا، ساير وهايج يا ابني عايز ايه، يقول لي امشي من هنا انت مالك، مستشفى خاصة طبعا انا بصرف طبعا. فانا دلوقتي هو وريث الوحيد، انا عايز اتبرع بالفلوس دي اللي معايا واحرمه من الميراث. ليه كده؟ ليه المقصد؟ انا خدمته كتير. اسمع حاج نبيل، حاج نبيل. أي. ليه المقصد الوحش ده؟ أنا متصور إن أنت تعمل حاجة لطيفة، إن أنت عايز تتبرع بمالك عشان تجد جبال من الحسنات يوم القيامة، لكن أنا عايز أقول لك حاجة، هو حضراتكم ليه وأنتم بتتكلموا عن الميراث ودوت لازم يتغير في الثقافة المصرية، أنا آسف معلش يا حاج نبيل. كل ما نيجي نتكلم في الميراث نتكلم كأن إحنا عارفين مين هيموت قبل مين، أو مين عمره هيجي قبل التاني. احنا ما نعرفش يا حاج نبيل مين اللي هيتوفى قبل التاني، فلذلك فكرة ان انت عايز تحرمه من الميراث ده مقصد، انا اسف يعني مقصد فاسد ما يليقش وده ممنوع شرعا. لكن انت لو انت عايز تتصدق بمالك ده مالك وانت حر فيه، اعمل اللي انت عايزه. فنصيحتي لحضرتك ان انت تغير النية دي، ما تبقاش النية دي هي نيتك. وبعدين هو اذا اساء اليك، هو الشخص اللي بيحب ربنا هو الذي يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينه وبينك عداوة هتجد وليا حميما، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اعمل كده، شوفوا كده إيه اللي مبوظ العلاقة بينك وبينه، أنت راجل حكيم وكبير في السن. أنا نصحتي أن أنت أخوك ده حاول تصلح العلاقة بينك وبينه، لو مش قادر شوف حد من أهل الخير من الناس اللي هو بيحبهم وسوق عليه زي ما بنقول كده هو عشان يغير من طريقة معاملته معاك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بالنية الصافية دي إن أنت تصلح ما بينك وبين أخوك هتجد خير كتير إن شاء الله، وهتجد سعادة وهنا، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك إن شاء الله من سعداء الدهرين.